هواي من الشباب يسألوني شلون اشتريت هاي السيارة من أمريكا، أو شلون أشتري سيارة من أمريكا. بصراحة شغلة أسهل من عندها ماكو. أنت تدخل على المزاد، تشوف السيارة تعجبك، تشوف تفاصيلها، تشوف ضربتها. لازم ضربتها لا حيل قوية ولا حيل خفيفة. الحيل الخفيفة تطلع حيل غالية، الحيل القوية تطلع رخيصة، بس بعدين تتعبك بالتصليح. لازم تشوفها نظرة مثل ما يقولون نظرة استاد. زين، تشوف السيارة، تشوف تفاصيلها، تشوف ايش قد ماشية. طبعا حيل مهم ايش قد ماشية. خوش، حيل مهم كم ايرباك طاق بيها، ايرباك واحد، كل الايرباكات الى اخره. حيل مهم الضربة امامية ومطابة حيل بالسيارة مفلشتها، او الضربة جانبية، او الضربة الى اخره. فراح اشوفكم كل هاي التفاصيل واحكيكم اياها. انت اهم شي نظرتك للسيارة، وتشوف تفاصيلها، وتحسب تصليحها ايش قد. والأهم من عنده إنه غراضها متوفرة بالبلد مالك أو ما متوفرة، أو بمنطقتك متوفرة هاي الغراض أو ما متوفرة. خوش، يعني تسأل عليها قبل لا تشتريها من أمريكا، وبعدين تتورط وتظل تقص كله من الإمارات، من أمريكا تقص نوب ترجع غراض تقص من أمريكا. زين، فهذا الشيء حيل مهم تتأكد من عنده قبل ما تشتري السيارة، أو قبل ما تقصها من المزاد. أنا قصيت هاي السيارة من المزاد، الحمد لله والشكر. راح اشوفكم حتى شلون جبت الناقلة. طبعا احلى شعور من انت تنتظر 3 شهور ونص الى 4 اشهر، وبعدين تجي الناقلة تفتر وتشوف سيارتك صاعدة بالناقلة. والله العظيم هذا الشعور، يعني من كانوا يقولون شعور لا يوصف، وهذا الشعور لا يوصف. يعني فد فرحة ما اعرف ليش. الله شاهد، يعني اذا تشتري سيارة من المعرض، انت مشتريها من المعرض عادي تجي تركبها وتروحها وتشوفها وتشيكها والاخري، مو مثل فرحتها مثل ما انت تشتري من المزود وتنتظر 3 اشهر وبعدين توصلك السيارة وتشيك ايش بيها ما بيها. مرات تنضرب بوري، تطلع السيارة ضربتها حيل قوية، وتطلع بيها غير امور، وتتعبك بالتصليح. بس هو جاي يحكي لك احلى شعور من توصل للناقلة وتوصل سيارتك، وتوصل لك الحمد لله، توصل لك الضربة سليمة، اللايت ما مكسور الى اخره. وصلت الفورتي. طبعا هاي السيارة اللي انا اشتريتها ضربتها حيل حلوة، ضربتها جانبية، عند اللايت شوية مفطور الكفر مالته من ورا، بس الجامة الامامية وهذا طبعا صلحته، لان زوج اللايت الامامي مال هاي السيارة 1000 دولار، يعني 10 ورقات، يعني حيل غالي. خوش، لان لايت ليد ابيض زنون. خوش، والحمد لله والشكر وصلت السيارة وصلحتها وسقتها والى اخره. ف حبيت اسوي لكم هذا الفيديو حتى تستفادون من عنده، شلون تشتري سيارة وشلون تستفاد من هاي المعلومات لك. خوش، فهسه اول شي تختار السيارة، تختارها ضربتها خفيفة او يعني لا حيل خفيفة ولا حيل قوية، على مود السعر يطلع مناسب لك. تختار الايرباكات، واهم شيء الولاية اللي بالسيارة. اكو ولايات تصير بعيدة مثل كاليفورنيا، هاي الولاية حيل بعيدة، نقلها يصير داخلي، يصير بها نقل داخلي تتأخر، ونقلها يصير غالي، يعني شحنها للعراق غالي. خوش، بعد شحشيكم عن النقل والشحن وهاي الامور. مختصر مفيد يا شباب، اللي يحب يشتري سيارة من المزاد، اول ما ينزل برنامج كوبارت من سوق بلاي ويدوس على البرنامج، طبعا متحدث البرنامج، هنا يدوس على البحث، يختار السيارة، اي سيارة تعجبه. زين، 21، لان هسه هو ما يدخل بس 21، 22، 23، ويروح مثلا نشوف الكي فايف، ندخل على الكي فايف، هنا يدخل على الكي فايف،
مثلا عجبتك هاي السيارة تريد تشتريها، مثلا هاي الجي تي لاين الحمراء، خوش طبعا هسه موصلة 6200. راح شو تسوي انت؟ اول بداية تقلب صورها وتشوف هسه هاي ما شاء الله حادثة كلش حلو خلفي وكلش حلو بدون ايرباك سيارة، حادثة خلفي ومرتبة. فشو تسوي؟ تاخذ هذا اللوت مالتها اللي هذا مكتوب عليه لوت ال او تي، وتاخذ هذا 4882 هيجي، تاخذه وتروح على اقرب مزاد يمك، تعطيه هذا اللوت وتقول له اريد اقص هاي السيارة، تخلي سعر ببالك زائد النقل زائد الجمارك زائد التصليح، وتتوكل على الله وتشتريها، وتوصلك السيارة بعد 3 اشهر الى 4 اشهر حسب ولايتها. ان شاء الله الفكرة واضحة. بالنسبة للمزاد اكو شباب يقول لك انا اريد اشتري سيارة، يعني انا اريد اقص، انا اريد اسوي حساب. بالنسبة للحساب انت لازم تتفق لك ويا شاحن او ناقل، يعني اللي ينقل لك السيارة هو يسوي لك حساب وهو يتكفل بكل شيء، لان انت من راح تقص السيارة من الحساب مالته راح تنزل السيارة بحسابه، فراح يجي اشعار تقول له انا قصيت سيارة، فهو راح يتكفل لك بشغلة النقل يوصل لك اياها للعراق. خوش، فشغلة الحساب مربوطة بالنقل، شي مربوطة بشي. ان شاء الله الفكرة واضحة، بس انا ما انصحك تسوي حساب وانت تريد تشتري سيارة واحدة. خوش، يعني اذا انت تريد تفتح لك مكتب مزادات هي مو مشكلة، روح سوي حساب، بس اذا انت مثلا كل سنة تشتري لك سيارة ما يسوى تسوي حساب، لان تأمينات الحساب هو بذاك الحساب، يعني تقريبا 5000 دولار، ما اعرف اكثر، تأمينات الحساب اكثر من هذا الشي. ليش؟ لان انت الحساب من تسوي لازم تدفع تأمينات، هاي التأمينات لازم تدفعها نقد، فلوس تظل ليهم، خاف تشتري سيارة وانت ما دفعت فلوسها يقطعوها من التأمينات. ان شاء الله الفكرة واضحة شباب. شباب من يروح للمزاد يريد يشتري سيارة ينصدم، ينصدم بالاسعار، يقول شلون هنا ارخص وبالمزاد اغلى. حبيبي هنا ارخص، اكو ناس نايمة على المزاد، نايمة تشوف يا سيارة رخيصة تطلع يقصها. خوش، فهاي السيارة من طلعت رخيصة او قصها راح يجيبها يبيعها هنا، طبعا يستفاد بيها او يبيعها اقل من السعر اللي انت تشوفه بالمزاد. السعر يتبع اللون، يتبع الضربة، يتبع وقت المزاد، بداية مزاد، نهاية مزاد، هاي كلها محسوبة عليك ومحسوبة على سعر السيارة وهاي التفاصيل الاخرى. ان شاء الله هاي المعلومات فادتكم شباب، وان شاء الله الفيديو عجبكم. هسه ما مشتركين بالقناة يشتركون بالقناة، والعجب الفيديو يعطينا لايك. اخوكم حسن المسيباوي في امان الله.